السلام عليكم أعزائي التلاميذ. الحصة ديال اليوم غنخصصها لدرس التحولات القسرية. هذا الدرس هذا هو تابع لدرس التحولات التلقائية. إذن غنبدأ بأول حاجة، هو ما هو التحول التلقائي؟ ندير واحد المثال. نضع في أنبوب اختبار، يعني أنبوب واحد وضعنا فيه سلكا من النحاس، ثم محلول مائي لثنائي البروم، يعني اللون ديال الاصفر، هذا اللون الاصفر مميز لماذا؟ لثنائي البروم. ثم بعد مده بالنسبه للتركيز ديال ثنائي البروم هو 10 اس ناقص 2 مول بار لتر. ثم بعد مده زمنيه لاحظنا ماذا؟ لاحظنا بان اللون ديال المحلول اصبح لونه ازرق. هذا اللون الازرق هو يدل على وجود ايونات النحاس 2 سي او 2 زائد، واختفاء اللون الاصفر. إذا اختفاء الأصفر يدل بأن ثنائي البروم تحول إلى ماذا؟ إلى بئر ناقص. انطلاق من هذه التجربة نحاول ندير معادلة التفاعل الحاصل خلال هذا التحول هذا. إذا بالنسبة للمزدوجة ديال سي او 2 زائد و سي او، التفاعل اللي حصل هو ماذا؟ هو أن النحاس تحول إلى أيونات النحاس. نكتب المعادلة، عندنا سي او تحول إلى ماذا؟ الى سي او 2 زائد، هنا نزيدو وزن المعادله ونزيدو الكترونين. كما كتلاحظوا هنا بان هذه المعادله هذه هي معادله الاكسده. اذا كنقول ان ماذا؟ نقول بان النحاس تاكسد. بالنسبه للمزدوجه الثانيه بئر 2 بئر ناقص، اذا معادله تكتب على الشكل التالي. اذا بئر 2 تحول إلى ماذا؟ إلى بئر ناقص. وزن المعادلة كما كتلاحظوا عندنا 2 ديال البروم، هنا عندي 1 غنضربو هنا فاش 2. هنا بالنسبة للشحونات عندي 2 ناقص، هنا عندي 0، إذا غنزيد ماذا؟ إلكترونين. إذا هذه المعادلة تسمى معادلة اختزال. بالنسبة للمعادلة الحصيلة هي كالتالي، يعني هنا غنختزل بالالكترونات. اشوف اللي عندي سي او زائد ماذا؟ بئر 2. كما كتلاحظوا بان النحاس غيتفاعل مع بئر 2، اعطانا ماذا؟ سي او 2 زائد 2 بئر ناقص. بالنسبه لهذا التفاعل عندنا ثابت التوازن ديالو هي 1.2 في 10 اس 25. غنحسبو خارج تفاعل ذا التوازن، نكتب على الشكل التالي. عندنا تركيز ديال سي او، يعني تركيز ديال النواتج، سي او 2 زائد مضروب بئر ناقص اس 2، لان هنا عندي 2 مقسومة على ماذا؟ يعني تركيز للبئر 2 بروم، ثنائي البروم. هذا يعني جسم صلب، يعني ما غاديش كنعطاو بان التركيز ديالو يساوي 1 بلا ما نكتبو هنايا. الان غادي نعوض كل حاجه بحدها. بالنسبه تركيز سي او 2 زائد هو صفر، تركيز ديال بئر ناقص كذلك هو صفر. بالنسبة للتركيز ديال بئر 2 هو عندنا في المعطيات هو 10 أس ناقص 2 يساوي ماذا؟ كيساوي لنا صفر. كما كتلاحظوا عندنا خارج تفاعل في هذه الحالة، كنلاحظ بأن خارج تفاعل عند في الحالة البدئية هو أصغر من ك من ثابتة التوازن. إذا نقول بأن هذا التفاعل هذا سوف يتم في المنحى المباشر، يعني سي او 2 زائد بئر ناقص يعطينا هذا، وهذا ما لاحظناه ماذا؟ تجريبيا. إذا هذا فهو تحول تلقائي. دابا غنمر إلى الحاجة الثانية، هي ما يسمى بالتحول القسري. ماذا نقصد بالتحول القسري؟ إذا هذا التحول هو جديد علينا. إذا غنحاول نشوفو دابا ماذا نقصد بالتحول القسري، غنقومو بواحد النشاط. نملأ أنبوبا على شكل U بمحلول مائي للبرومور النحاس 2
إذا هنا عندنا هذا المحلول اللي هو يسمى برومور النحاس اثنان، الصيغة الأيونية ديالو هي سي اثنان زائد زائد اثنان بئر ناقص، ونجز التركيب التجريبي التالي. بعد مدة زمنية نلاحظ توضع فلز النحاس. إذا بعد المدة لاحظنا ماذا؟ بأن هنا توضع لي النحاس في هذا الإلكترود مرتبط بالقطب السالب، وبالنسبة للإلكترود المرتبط بالقطب الموجب تكون عندي بئر اثنين، يعني ثنائي البروم. إذا نحاول ندير المعادلة ديال التفاعل اللي وقعت لي بجوار هذا الإلكترود، ومعادلة التفاعل اللي وقعت لي بجوار هذا الإلكترود. بالنسبة هنا عندي ماذا؟ تكون سي يو، يعني السي يو اثنين زائد تحول إلى سي يو. إذا ندير معادلة التفاعل عندنا ماذا؟ سي يو اثنين زائد زائد اثنان ناقص يعطينا سي. إذا هذا التفاعل هو ماذا؟ هو تفاعل اختزال. بالنسبة لمعادلة تفاعل التحول الحاصل بجوار هذا الإلكترون، عندنا بئر ناقص تحول إلى بئر ده. إذا المعادلة هي بئر ناقص يعطينا بئر اثنان. موازنة، هنا عندي اثنان بئر، هنا واحد، إذا هنرفعش في اثنان. بالنسبة للشحونات عندنا هنا اثنان ناقص، نزيد هنا ماذا؟ إلكترونين. إذا هذه المعادلة هي معادلة أكسدة. لاحظوا في الدرس السابق للتحولات التلقائية قلنا بأن الإلكترود اللي كيكون إلكترود، يعني إلكترود سالب، تتم عنده ماذا؟ إلكترود سالب تتم عنده معادلة الأكسدة. وبالنسبة للإلكترود الموجب، يعني يسمى بالقطب الموجب، كتم عنده معادلة الاختزال. هنا العكس، اشنو وقع عندنا؟ بالنسبة للإلكترود المرتبط بالقطب الموجب وقع لي معادلة أكسدة، وبالنسبة للإلكترود المرتبط بالقطب السالب وقع لي معادلة اختزال. يعني هنا بحال درنا العكس للتحولات التلقائية. حنا نشوف دابا المعادلة الكيميائية الحاصلة ديال التحول الحاصل. عندي ماذا؟ عندي سي يو، عند هاد المعادلة نضيفها لهادي، عندي ماذا؟ سي يو اثنان زائد اثنان بئر ناقص يعطينا سي يو زائد بئر اثنان. إذا لاحظوا ندير واحد المقارنة ما بين داكشي خرجنا في الأول وداكشي خرجنا في الثاني. في المعادلة الأولى عندنا سي يو زائد بئر اثنان عطانا سي يو اثنان زائد زائد اثنان بئر ناقص، هنا عندي العكس، يعني التحول القسري هو العكس التحول التلقائي. ولكن شكون اللي خلى لنا السبب؟ شكون خلى لنا بان التحول يمشي في المنحى المعاكس؟ وماذا هو وجود ماذا؟ هاد المولد للتوتر الكهربائي. اذا بالنسبه للمولد هو ماذا؟ فرض علينا منحى ديال التيار، منحى ديال التيار، وكذلك راه فرض علينا منحى ديال انتقال الالكترونات. اذا كما قلنا بان هذا التحول هو تحول معاكس، كما قلت لكم، للتحول التلقائي للمجموعة. نقول بأننا أنجزنا ماذا؟ تحولا قسريا. تحول قسريا يعني فرضنا على التحول كيفاش يحصل، والذي أصبح ممكنا عند استعمال المولد يفرض واحد من هذه الجملة. إذا يفرض بحال قلنا هو ماذا؟ ناتج عن تحول قسري، يفرض منح التيار الكهربائي في الدارة ومنح الإلكترونات. إذا ملي كيكون عندنا مولد، يعني ماشي تنقول مثلا إذا كان عندي هذا مثلا قطب، هذا القطب هو مثلا الموجب وهذا هو السالب، هنا عندي اختزال وهنا عندي اكسده، لا، كنشوف الاقطاب ديال المولد. يعني كيكون هذا موجب يعني مرتبط باش بهذا الالكترود، يعني هذا الالكترود هذا تم هنا معادلة الالكترود هذا غيتسمى ماذا؟ هذا الالكترود مرتبط بالقطب الموجب يسمى بالانود. وبالنسبة الالكترود المرتبط بالقطب السالب يسمى ب الكاثود. إذا كما قلنا بأننا أنجزنا تحولا قسريا، والذي أصبح ممكنا عند استعمال مولد كهربائي يفرض منحى التيار الكهربائي المنحى، أي منحى الإلكترونات. يعني هنا يفرض عليا فين غتبقى عندي الأكسدة وفين غتبقى عندي الاختزال. إذا كنظن بأن الفكرة وصلت. غنمر دابا
الى ما يسمى بالتحليل الكهربائي. شنو كنقصد بالتحليل الكهربائي؟ التحليل الكهربائي هو تحول قسري، كما قلت لكم تحول قسري ناتج عن مرور تيار كهربائي مفروض من طرف مولد. اذا كان حصل على تحليل كهربائي من كان ندير مثلا مولد وكربطه بالالكترودين، ديك الساعه شنو كيوقع عندي؟ كيوقع عندي ماذا؟ واحد التحول قسري، يعني فالالكترود الالكترود مرتبط بالقطب الموجب كتسمى بالانود، والالكترود مرتبط بالقطب السالب يسمى ماذا؟ بالكاثود. لاحظوا معي بان منحى انتقال الالكترونات تهاجر معه ماذا؟ الايونات السالبه، ومنحى انتقال والعكس كذلك، منحى انتقال التيار الكهربائي تهاجر معه ماذا؟ الايونات الموجبه. اذا الايونات الموجبه غتمشي لهذا الالكترود هذا، والايونات السالبه غتمشي لهذا الالكترود. كما قلنا كيفاش كنعرف التسميه ديال الالكترودين؟ بالنسبه للايونات السالبه تسمى ب انيونات، يعني الالكترود اللي كتهاجر عنده الايونات السالبه يسمى بالانود، يعني تقريبا قريبه انود انيون. بالنسبه للالكترونات الموجبه تسمى بكاثود، والالكترود اللي كتهاجر عنده تسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ بالكاثود، عفوا كاتيونات، يعني الايونات الموجبه تسمى بالكاتيونات تهاجر عند الالكترود المرتبط بالقطب السالب، وهذا الالكترود يسمى بالكاثود، يعني نسبة إلى الكاتيونات، يعني قريبة هذه التسمية قريبة الكاتيونات. هكا باش نعقل على يعني الالكترودين التسمية ديالهم. إذا كما قلنا بأن هذا المولد فهو ينتج الطاقة الكهربائية اللازمة للمجموعة لإرغامها على التطور في المنحى المعاكس، لمنحى التطور التلقائي. يعني دائما فما كيكون عندي شي مولد في الدارة راه ضروري ديك الساعة كنتكلم على ماذا؟ على تحول قسري، يعني هو العكس للتحول التلقائي. كملحوظة يكون منحى التيار خارج العمود من القطب الموجب نحو القطب السالب، هذا راه عارفينها كاملين بأن التيار كيمشي من القطب الموجب نحو القطب السالب، والإلكترونات هي في العكس، العكس ديال ماذا؟ منحى التيار الكهربائي تهاجر من القطب السالب إلى القطب الموجب. أثناء هجرة الإلكترونات تهاجر معها ماذا؟ الأيونات السالبة، وأثناء انتقال التيار الكهربائي تهاجر معها ماذا؟ الأيونات الموجبة كتسمى الكاتيونات. كما قلنا الكاتيونات تنجذب نحو الكاثود، كاتيونات تنجذب نحو الكاثود، يعني إذا هذا يكون ماذا؟ مرتبط بالقطب السالب، والأنيونات تنجذب نحو القطب، يعني القطب مرتبط بالقطب الموجب، يعني الأنيونات تنجذب نحو ماذا؟ نحو الإلكترود المرتبط بالقطب الموجب، ويسمى ماذا؟ بالأنود. لاحظوا معي الأنود كيكون مرتبط بالموجب، والكاثود بالسالب. عقلوا على هاد التسمية ديال الإلكترودات. اذا خلال نشوفوا دابا التفاعلات التحدث عند الالكترودين، اشنو كيوقع عند الالكترودين؟ راه عرفناهم دائما عند الالكترود المرتبط بالقطب الموجب اشنو كيوقع؟ الى عقلتوا معايا في الدرس السابق التحولات التلقائيه، قلنا الالكترود الكترود ماذا؟ الموجب كتكون عنده اختزال، والالكترود يعني يمثل القطب السالب تتم عنده الاكسده. هنا العكس، يعني الالكترود مرتبط بالقطب الموجب تتم عنده ماذا؟ تفاعلات الأكسدة، يعني العكس ديال التحولات التلقائية، ويسمى الأنود، يعني التسمية كتبقى بالنسبة للأكسدة تتم عند الأنود. يكون الإلكترود مرتبط بالقطب السالب مقرا لتفاعلات اختزال، ويسمى هذا الإلكترود بالكاثود. إذا تقريبا الدرس هو تقريبا كيشبه الدرس التحولات التلقائية، الإختلاف الوحيد اللي كاين هو أننا أدخلنا مولدا على الدارة هو الذي فرض علينا منح انتقال الالكترونات، وبالتالي بالتالي ماذا كيفرض عليا؟ يعني تفاعلات أكسدة فين غتوقع، وتفاعلات اختزال فين غتوقع. الآن غادي نمر إلى درس، نمر دابا إلى تطبيق، يعني عندنا واحد التمرين ندير تطبيق لهذا الدرس هذا. إذا بالنسبة للتطبيق، إذا بعد قليل غنمروا الى الاجابه على هذا التمرين هذا. عند الان غادي نمروا الى التطبيق الخاص بالدرس. التمرين هو يخص التحليل الكهربائي لمحلول كلورو صوديوم. نقراو معطيات ديال التمرين. اذا يمكن التحليل الكهربائي لمحلول كلورو صوديوم للحصول على 95% من الإنتاج العالمي لغاز ثنائي الكلورور،
و3% من غاز ثاني الهيدروجين H2. ننجز التحليل الكهربائي لمحلول مائي مركز لكلورور الصوديوم Na+ زائد Cl ناقص، فنلاحظ تصاعد غاز ثنائي الكلور. يعني هنا عندنا واحد الجملة، واحد المعطى مهم اللي هو ماذا؟ تصاعد غاز ثنائي الكلور، تصاعد غاز ثنائي الكلور بجوار أحد الإلكترودين، يعني يا إما في الإلكترود أو الإلكترود، وتصاعد غاز آخر اللي هو ماذا؟ ثنائي الهيدروجين في عند جوار الإلكترود الآخر. خلال التحليل الكهربائي تتكون أيونات الهيدروكسيد. لاحظوا معي هنا عندنا واحد المعطى مهم، هنا عندنا تتكون أيونات الهيدروكسيد HO ناقص، نحتاجها في التمرين التي تجعل الوسط قاعديا. إذا كان عارف بأن هذه الأيونات HO ناقص هي الأيونات المسؤولة عن القاعدية. بالنسبة للأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول، هي عندي ماذا؟ الإلكترودين، الإلكترود A والإلكترود B. هاد الإلكترودين هما كيلعبو تا شي دور في التفاعل، كيتسموو ماذا؟ بنوعان هامدان، والماء عندي كذلك الماء. ثم عندي أيونات الكلورور وأيونات الصوديوم Na+. بالنسبة HO ناقص راه هي أيونات ناتجة. بالنسبة للمزدوجات المتداخلة في التفاعلات، عندنا أربعة مزدوجات، عندنا H2O H2 O2 H2O Cl2 Cl ناقص، ثم Na+ Na. كما قلت الإلكترودين من الجرافيت السيلي تفاعلان نوعان، فهما نوعان هامدان. عندي ثابتة فاراداي هي 96500 كولوم على المول، وعندي حجم مولي في ظروف التجربة هو 24 لتر بار مول. إذا هاد المعطيات راه بيني. دابا الآن غنمر إلى إجابة على أسئلة التمرين. السؤال رقم واحد يقول حدد الأنود والكاثود من بين الإلكترودين A و B. هنا باش نعرفوا شكون هو الإلكترود، ماذا يسمى الإلكترود؟ إذا نبدأ بالسؤال رقم واحد، الإلكترود A يسمى ماذا؟ لاحظوا معي الإلكترود A هو مرتبط بالقطب الموجب، إذا يسمى ب الأنود. لماذا؟ لأنه مرتبط بالقطب الموجب للعمود. كما قلت لكم سابقا الإلكترود كيكون مرتبط بالموجب كيتسمى الأنود، الإلكترود المرتبط بالقطب السالب يسمى ب الكاثود. ثم عندي الإلكترود B يسمى ب الكاثود لأنه مرتبط بالقطب السالب للعمود. هذا هو التعليل. سؤال ثاني، حدد مرحى حركة الأيونات Na+ والCl ناقص ثم HO ناقص داخل الأنبوب. باش نعرفوا هنا يعني مرحى ديال حركة الأيونات ولا مرحى انتقال الأيونات، كنعرفوا بأن العمود التيار الكهربائي كمر من قطب الموجب نحو القطب السالب، وبالنسبة للإلكترون فهي العكس ديال انتقال التيار الكهربائي، كتمر من السالب نحو الموجب. عندما تهاجر الإلكترونات فإنها تهاجر مع ماذا؟ الأنواع الكيميائية السالبة، يعني تهاجر مع ماذا؟ الأنواع الأيونات السالبة، يعني غتهاجر مع ماذا؟ HO ناقص و Cl ناقص، هادو غيهاجرو نحو القطب، نحو الإلكترود، إلكترود A يسمى ماذا؟ بالأنود. إذا السؤال اثنان، الأيونات HO ناقص و Cl ناقص، سؤال داخل الأنبوب، تهاجر أو لتنتقل نحو الإلكترود A اللي كتسمى بالأنود. وبالنسبة بقينا الأيونات الموجبة، بالنسبة للتيار الكهربائي عندما ينتقل التيار الكهربائي فيتهاجر معه الأيونات الموجبة، إذا Na+ غتمشي نحو القطب، نحو الإلكترود مرتبط بالقطب السالب اللي هو الإلكترود B يعني الكاثود. ثم الأيونات Na+ تنتقل أو لتهاجر نحو الإلكترود D ما يسمى ب الكاثود. باش نعقلوا على التسمية ديالهم، لاحظوا معي HO ناقص و Cl ناقص كيتسماو أنيونات، كيمشيو عند هاد الإلكترود، هاد كيتسمى ماذا؟ بأنود. لاحظوا معي التسمية، عندي أنيون أنود، يعني
قرابين في التسمية. هذا كيسمى ماذا؟ الأيونات الموجبة كتسمى كاتيونات، كتمثل نحو الإلكترود بي، كيسمى بالكاتود، يعني كاتود كاتيون. هذا هو سبب ديال التسمية ديال هذا، هذا يسمى بالكاتود، هذا يسمى بالأنود. السؤال رقم ثلاثة، اكتب معادلة التفاعل الممكنة عند الأنود، يعني الإلكترود أ. التفاعلات الممكنة عند الأنود، هنا كما قلنا سي ال ناقص غتهاجر نحو الإلكترود أ يعني الأنود، يعني غنخدم بهذا المزدوج هذه سي ال اثنان سي ال ناقص، يعني سي ال اثنان غتحولاش إلى سي ال اثنان، يعني تبع الكلور. عندي سي ال ناقص غتعطينا ماذا؟ سي ال دو. هنا غنوازن المعادلة، عندي اثنان سي ال، هنا عندي واحد، غنضرب هنا في اثنان. الشحونات عندي اثنان ناقص، هنا ما عندي والو، غنزيد ماذا؟ الكترونين. هنا قلنا التفاعلات الممكنة، يعني ماشي غا تفاعل واحد، تفاعلات ممكنة. غنشوف دابا، إذا هذه درتها، هذه ما غاديش تكون عندي لأن إن أ بليس تتهاجر هنا، يعني غتكون هاد المزدوجة غنخدم بها ملي غنوصل للإلكترود بي، غيبقاو لي هاد الجوج. هذه ما غاديش نخدم بها لأن قالوا لنا بأن في التمرين تصاعد غاز نوع الكلور عند أحد الإلكترودين، وتصاعد غاز نوع الهيدروجين عند أحد الإلكترودين. إذا بالنسبة للإلكترود أ تصاعد ليا ماذا؟ غيتصاعد عندو سي إل ناقص، هنا غتصاعد ليا سي إل اثنان نوع الكلور، وهنا غيتصاعد ليا ماذا؟ غاز أش دو. أش بقى ليا؟ إذا هاد المعادلة مخدمش، بقات ليا هاد، إذا هاد المعادلة هاد المزدوجة هي غنخدم بها. اش دو غيعطينا او دو، اش دو هنا هنا شنو يوقع عندي؟ هنا المعادلة ديال اش، كما غنحطو المعادلة ديال اكس هدا، وهنا عندي اختزال. ردو معايا البال، راه كما قلت لكم راه هذا تحول قسري، لان يعني عندي عمود قطب الموجب الالكترود المرتبط به كيكون عنده ماذا؟ الاكس هدا، العكس ديال التحول التلقائية، والعكس بالنسبة للقطب الاخر. إذا باش هنا عندي تفاعل أكسدة خصني نطلق من هنا لهنا، يعطينا ماذا؟ ينتج لنا المؤكسيد اللي هو أو دو، عطانا أو دو. نوازن المعادلة، هنا عندي أو واحد، هنا عندي اثنان، غنجي هنا نضرب في اثنان باش نوازن الأكسجين، ولا عندي أربعة ديال أش، غنجي هنا نضرب فاش؟ غنزيد زائد أربعة أش بلس. أش بقى لنا؟ بقينا دابا الشحونات، هنا عندي صفر شحنة، هنا عندي أربعة ديال الشحنات الموجبة، غنزيد ليهم أربعة ديال الإلكترونات، باش يكون عندنا يعني الشحونات متوازنة، الذرة متوازنة من ناحية الشحونات من ناحية الذرات. هادو هما التفاعلات الممكنة عند الأنود. عندنا دابا سؤال آخر، ربعة، أكتب معادلة التفاعل الممكنة عند الكاثود، يعني هنا شنو غيوقع هنا؟ كما قلت لكم نخدم بهاد المزدوجة لأن هنا كتهاجر عندي الأيونات إن أ بليس، وكذلك خدم باش بهاد المزدوجة الأخرى لأن هنا غيتصاعد عندي غاز ثنائي الهيدروجين. سؤال رقم أربعة، التفاعلات الممكنة عند الكاثود أو الإلكترود بي. عندنا ماذا؟ إن أ بليس غتحول إن أ، هاي إن أ بليس غتحولاش إن أ. عندي ذرة صوديوم، ذرة صوديوم، عندي شحنة موجبة هنا صفر، إذا هنا غنزيد ماذا؟ واحد الإلكترون باش نوازن الشحونات. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية غنخدم بهذه المزدوجة، يعني لأن غيكون عندي هنا تصاعد غاز ثاني الهيدروجين نخدم بهذه. عندي أش دو، أش دوزو، غيعطينا ماذا؟ أش دو. كما كتلاحظوا عندي اثنان أش، عندي ماذا؟ عندي جوج ديال عندي جوج ديال الذرة ديال الهيدروجين، هنا عندي اثنان. بالنسبة لأو عندي هنا واحد، هنا ما عنديش. إذا شنو غادي ندير أنا هنايا؟ غادي نضيف ما يسمى أو أش ناقص، لأن قالولنا خلال التحليل تتكون أيونات الهيدروكسيد أش أو ناقص، هنا غندير زائد أش أو ناقص. إذا لاحظتوا معايا هنايا ولا عندي زادوا عندي الذرات ديال الهيدروجين، غنجي هنا نضرب في اثنان ونجي هنا نضرب في اثنان باش يولي عندي هنا اثنان ديال الاكسجين، اثنان ديال الاكسجين، هنا عندي اربعة ديال الهيدروجين، هنا عندي اربعة ديال الهيدروجين. اشنو بقى ليا؟ بقى ليا
الشحونات، هنا عندي صفر، هنا عندي اثنان ناقص، هنا غنضيف ماذا؟ اثنان او ناقص، غنضيف لهم الكترونين باش نوازن المعادلة. اذا هذو هما التفاعلات الممكنة عند الكاثود. سؤال رقم خمسة، بالاعتماد على الملاحظة التجريبية استنتج المعادلة الحصيلة. المعادلة الحصيلة اش قالوا لنا في البداية؟ يعني نلاحظ تصاعد غاز ثنائي الهيدروجين ثنائي الكلور، وتصاعد غاز ثنائي الهيدروجين عند طرفي الالكترودين. اذا غنخدم بهذه المعادلة ونخدم كذلك بهذه المعادلة، عندي تصاعد غاز Cl2 وعندي تصاعد غاز H2. هنا كما كتشوفوا بالنسبة للإلكترونين راه عندنا في الطرفين بحال بحال، غنختصر بهم وبالتالي تولي عندي المعادلة هي 2 Cl ناقص زائد 2 H2 يعطيني ماذا؟ Cl2 زائد H2 زائد 2 H O ناقص. كما قلنا في التمرين، تصاعد غاز ثنائي الكلور، تصاعد غاز ثنائي الهيدروجين، وتكون أيونات H O ناقص المسؤول عن قاعدية هذا الوسط. إذا استنتجنا المعادلة الحصيلة. السؤال رقم 6، يزود المولد الضارة بتيار كهرباء شدته E كتساوي 3 أمبير خلال مدة زمنية ذات 30 مينوت. سؤال 6.1، احسب كمية الكهرباء كي الممررة خلال المدة ديال تطي. بالنسبة للمعادلة، بالنسبة لكمية الكهرباء، سؤال 6.1، كمية الكهرباء نطبق العلاقة كي كتساوي اي مضروبة دلتا تي، اي تساوي كم؟ 3 امبير، هي 3 امبير مضروبة في 30 دقيقة. بالنسبة 30 دقيقة نحولها للسكوند، اذا 30 دقيقة مضروبة في 60 باش نحولها للسكوند. اذا بالنسبة للحساب، تطبيق على 30 في 30 في 60 هي 5400 كولوم. الوحدة ديال كمية الكهرباء هي بالكولوم. السؤال الأخير، احسب في سي ال 2 يعني هو الحجم ديال ثنائي الكلور المتكون خلال مدة دلتا تي. شحال تكون لينا ديال ثنائي الكلور خلال 30 دقيقة؟ إذا السؤال 6.2، حساب حجم ثنائي الكلور يعني V Cl2. هنا إلى لاحظتوا معايا واحد الملاحظة، غندير جدول الوصفي ديال هاد المعادلة هادي. جدول الوصفي ماشي ضروري ندير جدول الوصفي، لكن الأحسن نديرو جدول الوصفي. هنا عندي المعادلة 2 Cl ناقص يعطينا Cl2 زائد 2 ناقص. إذا عند الحالة البدئية هنا كان عندي كمية المادة البدئية ديال Cl2، هنا كان عندي صفر، لازم تكون عندي والو، هنا كذلك صفر. إذا عند المدة أو عند اللحظة تلتا تي، هنا يكون عندي ان كمية المادة ديال Cl ناقص ناقص تقدم 2 اكس 2 اكس، هنا عندي اكس وهنا عندي 2 اكس. اذا لدينا كي تساوي ماذا؟ كنعرفوا بان كي كتساوي اي فوا دلتا تي، او كي كتساوي ماذا؟ كمية مادة الالكترونات مضروبة في ثابتة فاراداي. إذا من خلال جدول الوصفي، كمية مادة الإلكترونات خلال هاد عندك اللحظة ديال دلتا تي يعني بعد مرور 30 دقيقة، شحال كمية المادة هي؟ 2 إكس. غنجي نعوض أنا هنا هاد
كمية مادة الإلكترونات بإثنان إكس، هي كي تساوي إثنان إكس مضروبة في إف. إلى حطيت الوصفة عندي كمية مادة الإلكترونات في هذه اللحظة هي إكس، يعني ممكن نكتب ماذا؟ كي تساوي ماذا؟ إثنان مضروبة في كمية مادة سالب إثنان مضروبة في إف. بالنسبة لكمية مادة سي ال اثنان هي في حجم ديال الكلور على الحجم المولي مضروب في اف. دابا ندير تطبيق مباشر نحسب شحال كيساوي لنا كم حجم ثنائي الكلور. اذا حجم ثنائي الكلور يساوي، اذا هذا طلع هنا هي كي مضروبة في ام مقسومة على اثنان اف. تطبيق مباشر للعلاقة، كي حسبناها هذه لقينا فيها هي 5400 كولوم مضروبة في الحجم المولي هو كم؟ هو 24 لتر بار مول مضروب في 24 مقسومة على 2 في 96500. نحسبوها، عندي 5400 مضروبة في 24 مقسومة على جوج بستة وتسعين ألف وخمسمية يساوي 0.67 لتر. إذن هذا هو حجم ثنائي الكلور الناتج بعد 30 دقيقة. كنتمنى بأن الدرس استوعبتوا الدرس وفهمتوا التمرين التطبيقي، وأي تساؤل يعني تواصلوا معايا يعني عبر تطبيق الواتساب يعني في الجروب أو لا في الكلاس روم. شكراً.